بالموازنة للاستعمال تسمية كورونافاك كورونافاك. هناك مبادرتين، مبادرة أولى وطنيا بالجزائر جزائر فاك للتكفل بالمخطط الوطني للتلقيح من خلال تلبية الطلب عبر عنه ب 65 مليون جرعة لضمان تلقيح المواطنين، ومبادرة ثانية ذات بعدا قاريا افريقيا افريكا فاك لتلبية احتياجات الدول الافريقية المجاورة في خطوة لاحقة في اطار التصدير من خلال القدرات الصناعية والبشرية التي يملكها صيدال والتي تمكنه اذا ما تم العمل بنظام المناوبة من انتاج 200 مليون لقاح في السنة دون الرفع من قدرات الانتاج ولا اللجوء الى وحدات انتاج اخرى.